ونبقى بالعاصمة باريس، حيث افتتحت صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال الطاولة المستديرة للخطة الوطنية للتنمية بحضور العديد من المستثمرين والمانحين الدوليين والإقليميين والمهتمين بمجال التنمية المستدامة. من العاصمة باريس الزميل محمد حسن عبد الرسول وفانا بهذا التقرير. انطلقت بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال الطاولة المستديرة للخطة الوطنية للتنمية وسط حضور كبير من المانحين والمستثمرين من مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال التنمية المستدامة، حيث بدأت المناسبة بالنشيد الوطني التشادي. Tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. رحب النائب الأول لعمدة بلدية باريس بالحضور مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط تشاد بفرنسا وأهمية هذا الحدث بالنسبة لتشاد وفرنسا، من ثم جاءت المداخلات والكلمات تباعا من قبل الجهات المانحة كالوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في إفريقيا والاتحاد الأوروبي البنك الإفريقي للتنمية. جميع هؤلاء المتداخلون أكدوا استعدادهم لدعم ومساعدة تشاد في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية من 2017 إلى 2021. هذه الخطة التي تستهدف القطاعات المهمة ذات الأولوية كالبنية التحتية والزراعة والبيئة، الطاقة، البترول، السياحة، الثروة الحيوانية، التعليم، الصحة، العالم الريفي. في خطاب الافتتاحي لأعمال الطاولة المستديرة، وزير التخطيط والاقتصاد ممثل رئيس الجمهورية شكر السلطات الفرنسية على استضافة عمال هذه الطاولة المستديرة، شاكرا جميع شركاء تشاد والمستثمرين والمانحين لحضورهم ومشاركتهم في عمال الطاولة المستديرة حول حشد الموارد للخطة الوطنية للتنمية من 2017 إلى 2021. إن هذه الخطة الوطنية جاءت بمبادرة ورؤية من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو الرامية إلى جعل تشاد مزدهرة ومتقدمة حتى عام 2030 تحت شعار تشاد التي نريدها، داعيا الأمة التشادية إلى دعم هذه الخطة الوطنية للتنمية والتي تتضمن أكثر من 300 مشروع تنموي في القطاعين العام والخاص والتي تقدر قيمتها بحوالي 5000 مليارات من الفرنكات الإفريقية. إذن هكذا انطلقت أعمال الخطة الوطنية للتنمية بيندي والتي أطلقها وزير التخطيط والاقتصاد ممثلا رئيس الجمهورية، والكل بحسب المداخلات متأمل بأن هذه الخطة الوطنية ستنجح من أجل أن تخرج تشاد من الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفقر وفتح فرص عمل للشباب. الكل متأمل لأن وراء هذه الطاولة المستديرة فخامة رئيس الجمهورية، رجل السلام ورجل الأمن والاستقرار في إفريقيا، والذي استطاع بقدرته وعزيمته أن يستدب الأمن في إفريقيا وفي تشاد. لذا الآن قد أعلن فخامة رئيس الجمهورية من هنا من باريس بأن الطاولة المستديرة يجب لها النجاح. داخل المعرض الذي أقيم بمناسبة افتتاح أعمال الطاولة المستديرة للتلفزيون التشادي، محمد حسن عبد الرسول.